ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيكويتي سبوتلايت. ثبت الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة في نطاق الصفر والخمسة وعشرين نقطة أساس، لكنه أشار لاحتمال رفع الفائدة قبل منتصف عام 2022 مقارنة مع توقعات سابقة بأن لا يتم رفعها قبل عام 2023، وألمح بأنه سيبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول في شهر نوفمبر المقبل، لكن انتهى المطاف بالدولار الأمريكي انخفاض وارتفاع لأسواق الأسهم بعد قرار الفيدرالي، وكأن الأسواق لاحظت عدم استعجال في تعديل السياسة النقدية مثل ومثل العديد من البنوك المركزية الأخرى، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدناه في التضخم في العديد من دول العالم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا فهد القواسمي، المستشار في الاقتصاد العالمي والاستثمارات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك. سركيس نزار، محلل أول في الأسواق المالية العالمية في إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك. أهلا. بداية دعنا نتحدث أستاذ فهد معك. بداية، وصل التضخم طبعا في بريطانيا لارتفاعات بشكل كبير، ارتفعت إلى أكثر من 3.2% من ارتفاعات كانت عند 2%، وأيضا التضخم في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3%، ارتفاعات في التضخم عالميا نشاهدها. هل سنشهد سباقا بين البنوك المركزية برأيك للبدء بتقليص سياستها النقدية التحفيزية، أم تعتقد بأنها لن تخاطر في النمو الاقتصادي؟ في عنا أكثر من محور هنا، خلينا نوضحهم. فيما يخص التضخم اللي حاصل، بدنا نشوف المسببات تبعته. إحنا اليوم من أول ما بدأت البانداميك صار في عندي انخفاض حاد في الاقتصاد العالمي كله، صار في دروب عالي جدا، وبدأتنا في الصعود اللي هو المسميه الباونس باك أكثر منه الريكفري. نفرق بين الباونس باك والريكفري. الباونس باك عم بيحصل، يعني كأنه وقعنا في حفرة 100 متر وصعدنا 60-70 متر بس ما زلنا بالحفرة. البيس افكت، البيس لاين تبعي تغير، بطل موجود على ما كان عليه بال 2019، نزل بشكل حاد جدا وبدأنا نطلع من بيس لاين جديد. إذا قمنا الافكت تبع البيس لاين اللي هي الباونس باك هذه، معدلات التضخم ترجع على ما كانت عليه في السابق، يعني أوروبا أشرت إلها وأمريكا 5.2، إذا منشيل البيس إفكت ترجع لحوالي 2.2 اللي هي ما كانت عليه ل 14 سنة قبل ذلك. فهذه لن تستمر، يعني الباونس باك ما حتستمر إلى ما لا نهاية، وبدأنا نشوف فعلا أنه صار في بلاتو، يعني صار في باونس باك بعدين صار في نوع من الركود. أوكي، هذا جانب. الجانب الآخر، معيار مهم جدا نطل عليه في التضخم اللي هو الفيلوسيتي، اللي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، اللي هو الفرد، انه الفرد منا يصير يطلع بالبلدي يعني يتمصرف، والفيلوسيتي مش قويه، الناس كلها ما زالت محجمه عن الصرف نتيجه الان امبلويمنت، نتيجه الخوف من يصير فيه كمان لسه ان امبلويمنت او شركات تغلق او تخفض نسبه العمال اللي فيها. فبالتالي الفيلوسيتي عندي برضه في انحدار. هذه بدات من 1998 وصارت بشكل حاد بعد 2008، وما زالت الفيلوسيتي اللي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد اللي تؤدي للتضخم لا تعمل. احنا ارتفاع المواد صار عندنا نتيجة الباونس باك فأعطى الإفكت، لأنه التضخم يؤدي، يعني التضخم عابر ومؤقت، عابر ومؤقت هذا هيكون وليس بيرمننت، لأنه لا يعتمد على المحرك الرئيسي للاقتصاد اللي هو الفرد. هنا بتجي الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ما عم تتحرك عندنا، اللي عم بتحرك عندنا باونس باك، ناس يعني قفلت عليهم لشهور طويلة، أول ما طلعوا بده يطلع الواحد يعني عنده حراك معين، بس هذا مش الطبيعي وليس النور تبعهم. ولا بدأنا نشوفه يعني نزول حاد، الكل كان يتكلم على الفي شيب ريكفري، تنزل نزول حاد وصعود حاد وخلصنا بنرجع كل شيء طبيعي. وفي تحليل قديم إلي أشرت أنه لن يحصل ذلك ووضحت ليش. أنا عندي الناتج القومي مهم جدا، بعد كل كرايسيس بنزل أقل من 1929، بدأ بعدها 6.5%، الكارثة اللي بعدها نزل أقل، ما بعد الأيتيز الكرايسيس تبعت الأيتيز صار 3.2، بعد 2008 صار 2.2، واليوم حينزل أقل. هذا الطبيعي اللي عم بيصير عندي باونس باك، لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار أنه هذا هو الفعلي، يعني ما في عندي نمو 5.6% أنا أو 6% جي دي بي، يعني في أمريكا كلها حصلت بس في الفورتيز
بون كوارتر 8% فقط ايام اف دي ار ذاتس ات. فانا عندي اليوم لا عندي باونس باك ما بصير نبني عليها كل توقعاتنا. سركيس، هل بالفعل سنشهد سباقا بين البنوك المركزية حول تقليص برامجها التحفيزية، أم ترى أو تؤيد وجهة نظر فهد القواسبي حول موضوع أن التضخم عابر أو مؤقت؟ بالفعل اللي تطرق له الأستاذ فهد هو منطق 100%. لما نطلع على البيانات الاقتصادية اللي صدرت في 2020 عم نشوف أكبر انزلاقات تاريخية من الحرب العالمية الثانية. ما شفنا هذه الانزلاقات إن كان في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 30% انكماش في أمريكا خلال ربع واحد من السنة. هذا تبعه برضه انخفاض كبير في معدلات التضخم. الآن كيف يتم احتساب معدلات التضخم؟ تأكيد على كلام حضرتك أستاذي، في عنا معادلة هي سعر الأساس وسعر القياس والأسعار الحالية. الآن انخفضت الأسعار، انخفض مستويات التضخم و تبعه الانخفاض والانزلاق في النمو الاقتصادي. الآن عندما نقيس ارتفاع التضخم الحالي زي في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا عن 5.3% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، أكثر من 3% بحسب المؤشر المفضل للفدرال الأمريكي كور بي سي إي. هذا الارتفاع كله هو مقاس بالأسعار التي شاهدناها منخفضة خلال 2020. بالتالي ألاحظ أن البنوك المركزية حاليا تحاول أن ترضي الأسواق المالية. كيف يتم ذلك؟ بدأ جيروم باول يوم أمس على أنه مجبر على إظهار توجهه لخفض برنامج شراء الأصول. خفض برنامج شراء الأصول، عندما نتحدث عن 120 مليار دولار أمريكي شهريا يتم شراءها من الأصول، ويقول سنبدأ قريبا في خفض هذا البرنامج. يعني هذه تحدد التوقيت توقيت هنا على توقعات الأسواق، توقعات على بناء على الوظائف الأمريكية الغير زراعية، وأيضا على على حسب البيانات الاقتصادية التي سوف تظهر. سوف تتوقع الأسواق أنه شهر نوفمبر يبدأ بهذا التقليص، لكن كم التقليص؟ بحسابات بسيطة ممكن نعرف أنه 15 مليار دولار، يعني عم بيتبقى عندنا كل شهر مبالغ ضخمة هي أصلا مبالغ تحفيزية. فنحن لسنا في سياسة تشددية. بالتالي البنوك المركزية تراقب بيانات معينة اقتصادية وترى أن هنالك ما يسمى بالفائدة الحيادية. الفائدة الحيادية هي مستويات الفائدة عندما يكون الاقتصاد في ذروة النمو والتضخم عند مستويات مناسبة. فالبنك المركزي يستخدم هذه الفائدة لإبقاء، يعني يخلي مستويات التضخم وأيضا يستمر النمو الاقتصادي. مستويات الفائدة المحايدة انخفضت بشكل كبير، يعني لما نرجع لعدة سنوات سابقة كانت الفائدة المحايدة بالفدرال الأمريكي عم نحكي عن 4%، الآن عم تقترب من 0%. إحنا الفدرالي حاليا معدل الفائدة بين 0 و25 نقطة أساس، عم نحكي أنه الفائدة الحالية هي قريبة من المحايدة. بالتالي لا أعتقد بأي حال من الأحوال أنه الفدرال الأمريكي راح يكون مستعجل بإجراء رفع بالفائدة. ملاحظة مهمة أخرى أيضا تأكيدا لكلام الأستاذ، الارتفاع الحالي في التضخم ناتج عن مستهلكين صغار، أما الطبقة الغنية هذه مفاجأة لكثير من المتابعين للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، ما زالوا يودعون أموالهم في البنوك رغم الفوائد المنخفضة. طب لماذا؟ التدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الطبقة الأغنية إن كانت في الولايات المتحدة حتى في أوروبا وفي غيرها، عم نشوف هذه عم تسحب سيولة من الأسواق. بالتالي إذا شهدنا ارتفاع بربع نقطة أساس فقط، فخلينا نتخيل مقدار السيولة اللي راح تنسحب أكثر من الاقتصاد. معناته في هاي اللحظة في حال حاول الفيدرالي أو أي من البنوك المركزية الاستعجال بقصد خفض التضخم، سيكون هذا مدمر للنمو الاقتصادي نفسه. فبالتالي التضخم عابر، وهذا بالتأكيد ما يعلمه الفيدرالي الأمريكي. فهد، بالنسبة لموضوع تقليص برنامج شراء السندات، أكد جيروم باول قال إنه لو كانت البيانات الاقتصادية جيدة وبيانات الوظائف الأمريكية ومراقبة التضخم، سوف يلجأ إلى تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا في نوفمبر. هل تعتقد أنها فعلا سيبدأ بهذا التوقيت، التوقيت المناسب لتقليص برنامج شراء الأصول، أم تتوقع أنه سيتمهل في ذلك؟ شوفي، موضوع البرنامج شراء الأصول، عملية التقليص أو التيبرينج بسموها، حتى لو كان جزئي 15 مليار، هذه تعادل يعني بيسس بوينتس، بمعنى الإفكت تبعها، الأثر تبعها كأنه رفعنا نسبة الفائدة.
أوكي. من فترة إذا بنتذكر اشتغلوا على الطرفين، رفعوا الفائدة لما كانت البالانس شيت ب4.5 تريليون تقريبا، بدأوا يرفعوا بالنسبة الفائدة وتيبرينج. تيبرينج لتخفيضه أثره كأنك ترفع الفائدة كمان، فصار من طرفين من ميلتين. نعم. فهم بدهم يرفعوا الفائدة أو الأثر رفع الفائدة بدهم يجيبوه عن طريق التيبرينج وليس رفع الفائدة مباشرة. جربوا يعملوا مرتين يسووها ما مشي الحال. نعم. أنت طيب ذكرت قبل قليل أنه التضخم عابر ومؤقت، يعني هل فعلا سيضطروا لتقليص برنامج شراء الأصول أم ستبقى سياسة تحفيزية حتى لو التضخم عابر ممكن ومؤقت؟ ممكن يقصوا 15 مليار أو الرقم المتوقع هو مش عالي، فضلنا فوق 100 مليار شهري. أوكي. فموضوع التيبرينج هو فقط لإرضاء وإنه عم نعمل إشي، يعني ما بنضل قاعدين، لأنه الناس عم يقولوا لهم في تضخم عالي ومش قادرين يفصحوا لهم تفاصيل التضخم. الانيمبلويمنت قديش طلع تقرير أوغست 235,000، قديش التوقعات 750,000 كانت، ففي فرق نص مليون وظيفة ما جابوها بشهر أوغست. ففي عندك أرقام اليوم ما عم تركب مع الفيدرالي، بس ما بدهم يضلوا في حالة سكون. ليش؟ لأنه في ضغوطات عليهم، فهي ترايل أند إيرور. أوكي. موضوع تعليق على موضوع الأثرياء أو الأغنياء، المحفز الرئيسي أنا ما بحب أسميها البرنامج تحفيزي، لأنه هي لا تحفز الاقتصاد. تحفيز الاقتصاد فقط لما الفيلوسيتي تبدأ بالارتفاع، لما يبدأ الفرد يصرف أكثر من الديسبوزبل إنكم تبعه، وهذا ما عم يصير، فهي مش تحفيز، مهمة لأمور تانية ولكنها لا تحفز الاقتصاد، لأنه الفيلوسيتي اليوم ما عم تتحرك. الأغنياء لما يكون واحد لتسي عنده 1 بليون دولار وراح زاد صار 1.3 بليون دولار، ما حيغير نمط حياته، ما حيشتري قصر جديد يعني، فنمط حياة تبعه ما حيغيره، وبالتالي أثره على الفيلوسيتي مارجنال يعني هامشي. بدنا نتكلم إحنا على الماس، على اللي هو الجزء الأكبر من الهرم، هدول الجزء الأكبر مش عمالهم بيصرفوا بزيادة، وبالتالي كل برامج اللي بسموها تحفيزية هي ليست تحفيزية، هي إنفاق. أوكي. بس عم بتروح كلها بدها تتجمع somewhere، وعم تتجمع عم بتلاقت مصرب واحد لها الستوك ماركت بس، وليس الريل إيكونومي وليس الفيلوسيتي، فالفيلوسيتي ما عم تتحرك، فبالتالي عملية تقليص البرنامج هذا راح يأثر سلبا على الستوك ماركت. بس مش لأنه الاقتصاد عم بنمو، الاقتصاد ما عم بنمو، هذا مجرد البيس إفكت الباونس باك، وده والريلايز ده يعني حيشوفوها بس بعد ما يوصلوا لخط النهاية. فعم بيعملوا أجين مرة تانية ترايل أند إيرور، عم بيجربوا سياسات نقدية. أوكي. الأثر على السوق لحظي، منذ من أول ما يحكي الجملة السوق بتأثر فيها، ولكن على الاقتصاد أي سياسة نقدية بدك من 12 ل18 شهر حتى تشوفي أثرها على الإيكونومي. فلغاية بعد سنة سنة ونص بيكتشفوا أنه أو القرار اللي أخذناه السياسة النقدية اللي اتخذناها من سنة أو سنة ونص كان أثرها كويس أو وحش. اللي عم بيعملوه عم بيعيدوا نفس البلاي بوك اللي صار بعد الكرايزيس تبعت 2008، اللي أكثر من 14 سياسة نقدية تبعها بين برناركي كلها ترايل أند إيرور، بنجرب وبنشوف. يعني زي بالضبط زي الترموستات لنيوكليار رياكتور، هو بفكره مكيف عادي يعني أنه خفض الحرارة ارفع الحرارة، وديس از يعني دينجرس، مما يدل انه دي دونت هاف ا كلو، ما في عندهم حل، ما في بلاي بوك واضح، فمجرد ترايل اند ايرور، وما عم بيخترعوا شيء جديد، عم رجعوا لنفس السياسات النقديه والقرار اللي كانوا ياخذوها من بعد 2008 اللي احنا شفنا كل توقعاتها. اذا ما عملنا شيء يؤثر ايجابا على الفيلوسيتي كل هذا ليس تحفيز للاقتصاد. كله عم نشوف بس ستوك ماركت عم بيصير اوفر فاليود بشكل كبير، وعم بيجربوا ترايل اند ايرور تخفيض التيبرينج هذا الجزئي. بدهم يعملوا هم كيف بيصير التيبرينج الجزئي، هم ما they don't dump، حيستنوا الماتوريتي وما حيرجعوا يستعملوا الفلوس ده والبيرنت، يعني كيف الكوانتيتيف ايزنج اليوم بيخلقوا فلوس من العدم، التيبرينج هو العكس، وان صار في ماتوريتي للسندات بياخذوا ثمنها من التريجري، بس ساعتها they burn it. يعني الفلوس اللي خلقت قبل بروحوا حرقينها، بالضبط العكس، it's a reverse process، هذا التيبرينج اللي بيصير. بس ما في اي امباكت على الايكونومي غير انه السيوله هتبدا تقل، والسوق اتعود على السيوله العاليه، فهيبدوا يخفضوها شوي شوي لغايه ما يشوفوا انه الاسواق بدات تنهار. احنا شفنا يعني امباكت بدات عفوا تنهار تاخذ تعديل، شفنا 30% نزلت الاسواق من last year 30%، يعني كنا dangerous، تنزل بسرعة أي تعديل. اليوم devaluation لليوان
بكذا بيسس بوينت، عملوها مرتين 2012 و2015، نتكلم على 11% نزلت الأسواق خلال 3 أسابيع. ففي إمباكت، يعني المحرك الرئيسي اللي بيدل على انتعاش وتحفيز الاقتصاد هو عنصر واحد، الفرد، الفيلوسيتي. وريني الفيلوسيتي انه عم تصعد، وبالتالي الافراد عم تتمصرف زياده، اوكي، عم يشتري سياره جديده، عم يشتري نيو فلات سكرين، عم بصرف. ذن بنقول انه صار في تحفيز. الى اليوم الكلام هذا غير موجود. سركيس، قبل انتشار المتحور دلتا، يعني اذا نظرنا الى توقعات النمو بشكل عام، النمو الاقتصادي كانت ايجابيه جدا، وخاصه لعام 2021. نرى الان في نشاهد توقعات بانخفاض في النمو، وبدات الولايات المتحده الامريكيه بتخفيض توقعاتها للنمو، وخاصه في الدول الاسيويه. وايضا ذكرت استراليا، او رئيس بنك استراليا المركزي، انه ربما سيحصل انكماش في الربع الثالث. يعني نظرا ربما ليست تفاؤلية أو متفائلة كانت قبل ذلك حول التوقعات بالنمو الاقتصادي. هذا ما أكده صندوق النقد الدولي، وقال بأن هناك تباينا بين الدول العظمى والدول الناشئة من ناحية التعافي في الاقتصاد. أي الدول باعتقادك ستكون الأوفر حظا بذلك والأكثر تعثرا؟ الدول التي سوف يتعثر اقتصادها ويتعثر نموها الاقتصادي برأيك؟ الآن بدي أناقش أولاً موضوع النمو الاقتصادي القوي اللي كنا نتحدث فيه في الدول العظمى أو في التوقعات. يعني كنا نحكي اقتصاد الصين ممكن أكثر من 6%، الولايات المتحدة كانوا يحكوا ب 7% قبل ما يخفضها الفدرالي الأمريكي مبارح، وصار يحكي أنه من المحتمل أنه ينمو الاقتصاد بواقع 5.9%. الآن هي مقارنة انزلاق حاد حصل خلال 2020، فنقطة الأساس لقياس حجم الاقتصاد تغيرت. لو قارناها بسنة 2019 ما راح يكون قيمة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قياسية، ما راح نشوف أصلاً 5.9% برضو تعتبر رقم مرتفع جداً. القياس تم من 2020 أو نهاية 2020 بداية 2021، ثم إلى توقعات نهاية هذه السنة. الآن بالنسبة للدول العظمى، ما يطلق عليه مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، منطقة اليورو، اليابان وغيرها من الدول، عم نشوف الاقتصاد عم يتحرك بشكل عام ظاهريا كأرقام اقتصادية زي ما درسناها في كتب الاقتصاد إنها عم ترتفع بشكل قوي. لكن الأستاذ فهد تطرقت لموضوع بصراحة هو من المواضيع الأساسية المهمة، تحدثت عن مستهلكين يقومون بشراء تلفزيونات، بيشتروا سلع، احنا بنحكي لها السلع المعمرة. يعني هذه واحدة من الإشارات اللي بتأكد أنه الاقتصاد حقيقة التعافي فيه. البيانات الاقتصادية الإجمالية مثل التضخم، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التغير في الناتج المحلي الإجمالي، هل هذه البيانات الاقتصادية سركيس تعكس حقيقة التعافي الاقتصادي أو الواقع الاقتصادي؟ حكينا أنه هو كاقتصاد، كاقتصاد عندما ندرس كقوانين الاقتصادية هي بالفعل تعكس عودة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، لكن من مواصفات النمو الاقتصادي السليم والمعافى أنه المستهلكين وصغار المستثمرين والشركات في وضع مناسب وجيد. نشهد المستهلك بيشتري سلع معمرة، ليه؟ لأن الأساسيات صارت متوافرة عنده. لأن هل هذا نرى آخر البيانات الاقتصادية عم بتفرجينا أي هزة عم تنزل عندي مبيعات السلع المعمرة بشكل حاد؟ مؤشرات مديرية المشتريات لقطاعات الخدمات، قطاعات الصناعات التحويلية، عم بتفرجينا في بعض التباطؤ الاقتصادي بالفعل. لأن حكينا وهي مقارنة بس، كمقارنة ما كان عليه حجم الاقتصاد في نهاية 2020 وهو الحجم وما هو حجمه الحالي كقيمة نمو فيها الاقتصاديات. بالتالي باعتقادي هذا النمو الكبير لا يجب أن ينظر له على أنه أولا مستدام. هذا ما راح نشوفه. يعني السنة 2022 هاي القيم الاقتصادية اللي تعلمنا كيف نحسبها بكتب الاقتصاد ما راح نشوفها في 2022 ولا بال 23 ولا بال 24. هذه قيم تبدو بالنسبة لي شخصيا بشوفها وهمية، هي تعويض لما سبق. الاقتصاد شفنا بعض التصريحات عم بتشير انه الاقتصاد البريطاني على سبيل المثال راح يحتاج للربع الاول من 2023 حتى يعود حجم الاقتصاد لما كان عليه نهاية 2019. طيب وين راح النمو اللي شفناه في 2021؟ ما في نمو. بالتالي يجب ان اراقب داخل الاقتصاد. داخل الاقتصاد في عندي شغلتين مهمات، اولا المستهلك
وثانيا صغار المستثمرين وصغار الشركات متى مرتاحوا، وبدأنا نشوف استمرارية في النمو إن كان في إنفاق استهلاكي. وبرضه في عندي موضوع مهم جدا وهو العادات الاستهلاكية. هذا موضوع قل ما ينظر له في كتب الاقتصاد عندما نقوم باحتساب الأرقام، لما نيجي نحسب قيم التضخم، لما نيجي نحسب قيم النمو، المؤشرات كلها نادرا ما ننظر لمؤشرات العادات الاستهلاكية للمستهلكين. في عندنا بعض المؤشرات مثل ثقة المستهلك، طيب هل أخذت بعين الاعتبار عادات المستهلكين؟ المستهلك كان متعود أنه كل سنتين يغير سيارته، الآن ممكن تغيرت العادات الاستهلاكية صارت سيارته تحتاج 5 سنوات. هذا دلالة أنه تغير العادات الاستهلاكية في عندي حالة من عدم الراحة في باطن الاقتصاد لا تظهر على النمو الاقتصادي. يعني كل هذا بسبب جائحة الكورونا اللي طبعاً تركت أثرا حول العادات الاستهلاكية أكيد. وتغير في العادات الاستهلاكية، علما أنه بشكل عام الانفاق الاستهلاكي يشكل 70%. أنا عندي تعليق على هذا، بذكر بس الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة في الصين من 8.5% مزبوط. وحتى 2.5% صح. عم نشوف يعني نقلة نوعية كبيرة خلال شهر صارت، هذا كلياته انعكاس ل سنة الأساس وسنة القياس وكيف فرجتنا أرقام خاطئة. تعليقك فهد، على لديك تعليق؟ كان عندي هلأ بدنا نطل إحنا على موضوع البانديميك. أنت كان سؤالك المتحور دلتا، جمعت بيانات أنا لأكثر من 14 دولة أو ولاية، يعني مجموعة ولايات في أمريكا اللي كل واحدة أخذت سياسة مختلفة how to respond، كيف يتعاملوا معها الكوفيد 19 بانديميك، ودول في يوروب والفار ايست من اقصى اليمين لاقصى اليسار، يعني ما اللي كانوا متشددين جدا كومبليت لوك داون، وبين اللي على الجهه النقيضه اللي هم ما اخذوا اي ديسيجن وخلوها البلد ماشي زي ما كانت، وما بينهما السياسات والقرارات تختلف. الاوتبوت اللي صار لان عندنا بيانات هذه من جونز هوبكنز مش بيانات من عندي. ريجاردلس ايش الدول هذه، الكيرف تبع الكوفيد 19 زي ما هو عندهم كلهم نفسه، which means ايش الكوفيد 19 مش هو اللي ادى للمشاكل الاقتصاديه، ولكن القرارات اللي اتخذت من السياسيين هي اللي عملت الاثر وليس الكوفيد 19. لانه في اخذوا متشددين جدا وفي كانوا تو ليبرال انه خلوا البلد زي ما هي ما عملوا اي شيء. الامباكت واحد، اليوم عندي enough data، يعني last year ما كان عندي بيانات، كان صعب انه اعمل هذا النوع من التحليل. اليوم عندي، عندي جونز هوبكنز بيانات ضخمة جدا، لما طلعت على 14 دولة مختلفة كراتيوز ككيرف the same، وبالتالي مما يدل انه القرارات اللي تم اخذها من اللوك داون المتشدد هي اللي اثرت على الاقتصاد وليس الكوفيد 19. في فرق شاسع جدا انه ما نعلق على سماعة الكوفيد 19. احنا اخذنا قرارات دول يعني مختلفة كل بس هي اللي حط طبعا من جائحة الكورونا وانتشار الفيروس، يعني كل هذه القرارات التي تمت. يعني ما انا بحكي لك في شيء اخذوا قرارات متشددة جدا للحفاظ وراح مسكر البلد كلها. الولايات المتحدة 45% من الايكونومي تبعهم من اقتصادهم قائم على الاس ام ايز. اوكي الاس ام ايز هذول الكاش فلو اللي عنده بيقدر يتحمل يعيش تحت المي، يعني لما تغرقيه بين 30 يوم ل 90 يوم. اوكي فلما تغلقيهم اكثر من هيك they went bankruptcy، هذول افلسوا وبالتالي وما لهم عوده. مش موضوع انه انا حسكر ابوابي ولما ترجع الدوله تقول يلا اشتغلوا حرجع. they went one way ticket bankruptcy. فهذه اثرت. اليوم عندي 10 مليون امريكي بطلوا يسجلوا في النظام تبع الانيمبلويمنت خارج السيستم. هذول لما تضيفيهم بتبطل الان امبلويمنت 5.8 بتطلع ل 10%. يعني تشكك في البيانات الاقتصاديه بالنسبه مش تشكك هي حسب انت ايش اللي بتتبعيه، يعني هذه الحسبه الرسميه تبعتهم. اوكي بس لما وين يو ديك ديبر بدي على ارض الواقع انا، لانه الارقام اللي بحطوها انه احنا في تعافي بدانا نتعافى، بتيجي بتطلي على الوظائف اللي عملوها بشهر اللي فات في فرق شاسع بين 235,000 و750,000 رقم واحد. لما تطلي على الفيلوسيتي ما عم تتحرك الفرد، طب السيوله هاي فين عم تروح؟ عم توصل للفرد؟ لا كيف بدها توصله؟ انه يقترض. الناس ما بدها تقترض، ما بدها تاخذ قروض زياده، ام دي ليفرجينج، انا عم بسدد القديم وخايف انه يصير ان امبلويد لانه جاري صار ان امبلويد كمان. عرفتي كيف؟ بدون الفيلوسيتي كل السيوله هذه عم تطلع اليوم على مسارب اخرى، اهمها طبعا تو انفليت الاسيتس. الاسكان في بابل، عندي صار عندي بابل في كل شيء،
الستوك ماركت هيوج بابل وغيره، بس ما عم بتروح للمستهلك النهائي. إذا وصلته وبدأ يزيد في تواتر الـ velocity اللي قلت عن واحد which is dangerous يعني بالعادة بتكون أكتر، كانت 2.5 هلأ less than 1 عم بتقرب على الزيرو. وبالتالي وفي بعض الأماكن في العالم بالنيجاتيف، فما في تحفيز للاقتصاد، كل عم نشوفه مجرد رفع أسعار نتيجة إما النفط غلي او سلعه معينه عملوا لها ريست للسعر تبعها، بس مش لانه المستهلكين زاد حجم الصرف على نفس السلعه اللي رفعت سعرها بشكل طبيعي. This is not the case. طيب فهد، قبل الانتقال والخوض في اسواق الاسهم وايضا حديثا عن النمو، اود ان اتطرق الى موضوع هام جدا قد هز الاسواق، وهو موضوع اكبر او ثاني اكبر شركات العقاريه في الصين ايفرغراند. في التالي تلك الشركه، ما هو الاذى او الضرر الذي يمكن ان تسببه تلك الشركه سواء على القطاع العقاري القطاع المصرفي في الصين؟ هل ستخلق أزمة مالية حقيقية في حال تعثرت تلك الشركة عن السداد؟ طبيعي الأثر تبعها حيكون سلبي جدا، باستثناء أحد فروعها في ألمانيا سددوا دفعوا من يومين والكوبون وهذا، فهذه أنعكس سندات محلية بيوان. نعم بالضبط، بس هذه يعني أوكي أنعست شوي. هلأ إذا بتتطور أكثر من ذلك يعني دخلت في النفق المظلم، الأثر على السيولة العالمية عالي جدا. وبدنا نستذكر هنا Long Term Capital Management 1998 البالانس شيت تبعه لما أجوا اشتروها كلها، أخذوا البالانس شيت كلها اشتروها، كانت حوالي 4.5 مليار، قعدوا كونسورتيوم 10 بنوك والفيدرالي هو اللي قاد الموضوع واشتروها. هذه البالانس شيت، طب هو الإمباكت تبعها قدين كان على السوق؟ 1.2 تريليون دريفيتيفز مشتقات مالية، هذه نفس الإشي، هذه في لها سندات وفي مشتقات مالية مركبة عليها بأرقام فلكية. فإذا وقعت you can imagine tidal wave يعني التسونامي المالي اللي هتعمله، وما حدا بيعرف وين ممكن تضرب بالأول شيء. يعني subprimes بال 2008 مين أول بنك فلس من وراها؟ هذه في أمريكا المشكلة، أول بنك كان بريطاني ماخذ exposure عالي عليها، أول بنك فلس في إنجلند مع أنه المشكلة في أمريكا. ليش؟ they're all intertwined. كيف شبكين مع بعض؟ عن طريق derivatives، والديريفاتيفز مشتقة مالية فوق مشتقة مالية، فبطلت تعرفي at the time of crisis المشتقات المالية حجمها النوشنال فاليو تبعها. هلا بتكلموا على حسب البي اي اس نوشنال يعني ما حدا بيعرف قد ايه حجمها، تقدير رول اوف ثمب يعني 1.7 كوادريليون دولارز. هذا بعد تطبيق النيتينج والكومبريسينج ستاندردز المحاسبية اللي اخترعوها بال 2013 which means it's way way much bigger. 2008 كانت 0.7 كوادريليون، هلا 1.7 according to the BIS. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انا في عندي اليوم interconnectivity بالderivatives، اذا بوقع product عندي at the time of crisis 90% من الderivatives هذه OTC over the counter اللي هي اما بكون فيها طرفين bilateral او trilateral. أي وقت الكرايسيس أنا ما بعرف مين الكاونتر بارت الثاني اللي أروح أعمل نيتنج معاه ونعالج الموضوع. I don't know. هل ممكن سيناريو بنك ليمان براذرز يتكرر في حال تعثرت تلك الشركة عن سداد ديونها وأعلنت إفلاسها؟ الموضوع الأساسي المشتقات المالية زي ما تفضل الأستاذ. المشتقات المالية هي واحدة من الأدوات التي تصنع الشركة وتصنع سيولة، لكنها في نفس الوقت هي من تصنع الكوارث، وهذا شفناه بال2008. فانهيار مثل هذه الشركات، مع انه امبارح جيروم باول بذكر انه تحدث عن الموضوع حكى انه تاثيراتها قليله، لكن تاثيراتها محليه لكن لا احد يعلم علم اليقين عن انكشاف البنوك الامريكيه البريطانيه الاوروبيه على الشركه. احنا نتحدث عن قطاع عقار صيني، ثاني اكبر اقتصاد في العالم. باعتقادي قطاع العقار الصيني هو الأكبر ويوازي الولايات المتحدة في الصين. إذا تعثر قطاع، هل عم نحكي عن شركة كبيرة، إذا تعثر قطاع، انكشفت عنا بنوك، انكشفت عنا قروض أوراق مالية سيولة نقدية، كلياتها راح تصير عنا زي الدومينو. الاقتصاد عبارة عن دومينو، مشكلة صغيرة تتضخم مع الزمن، لأنه ما بنعرف مين عنده سندات، شو المشتقات النقد المالية عفوا اللي وضعناها على هاي السندات.
كم مشتقة مالية، كم شركة اشترت من شركة، كم شركة اشترت القروض. فلذلك عم بتخيل انهيار مثل هذه الشركة لابد أن يكون له تأثير عالمي، تأثيراته عالمية، لكن مقدار هذا التأثير صعب أحدده حاليا لأنه ما عندي أرقام توضح لي مقدار الانكشاف على إن كان كقطاع. أنا بتحدث هنا عن قطاع العقار الصيني نفسه لأنه الشركة معناته عم بحكي في قطاع كامل. يعني القطاع العقاري أصلا يمثل في الصين 19%. القطاع العقاري معروف القطاع العقاري مرتبط بشكل مباشر في القطاع المصرفي والمالي. أزمة 2008 في الأصل هي يسموها أزمة الرهن العقاري، مشتقات مالية ارتبطت في قروض على العقارات. فما بالك لو صار في عندي بثاني أكبر اقتصاد في العالم مثل هذه الأزمة، فممكن تنتقل إلى العالم كله. كمدى التأثير من الصعب أن الآن أحتسبه كم راح يكون، هل هو راح يكون بقيمة 2 أو 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وليس الأمريكي ولا الصيني؟ ما بقدر احتسبه، لكن تاثير راح يكون ضخم جدا. عندي تعليق هل عليها. الحكومه الصينيه بالفعل قادره على مسانده تلك الشركه ومنع من حدوث اي افلاس لتلك الشركه حتى لا يتكرر سيناريو 2008 وندخل في ازمه ماليه حقيقيه في حال انهيار تلك الشركه؟ انا اشك لعده اسباب. اسباب سياسيه اول شيء، لان الحكومه الصينيه حكومه شيوعيه، شركة رأسمالية، فما حتيجي تنقذ كيان رأسمالي، ففي جزء بوليتيكال سياسي. الجزء الآخر الحجم أكبر من هيك بكثير. إحنا نتكلم اليوم ليش ما بنعرف حجم المشكلة، لكن الصين ضخت الكثير من الأموال يوم أمس تقريبا ب 17 مليار لإنقاذ مثل هذه الشركة عن طريق طق سيولة. إنقاذ الويف الأولاني بس، محاولة للإنقاذ فقط، أنه أنا عملت شيء. أما عملية الإكسبوجر ما حدا بيعرفوه، لأنه كل الديريفاتيفز أوف بالانس شيت ما بتبين على أي قوائم مالية، وبالتالي ما بتعرف قد إيه حجمها. الولايات المتحدة بال 2008 الكل بيعرف أنه طبعت فلوس 3 تريليون دولار ولا 2، بدأت ب 2 وهذا، ولكن كمان عملت سواب مع المركز الأوروبي ب 10 تريليون دولار ما حدا عارف عنها إلا بعد 3 سنين. ليش؟ لأنه it's off balance sheet، في 10 تريليون دولار طلعوا كبسة زر. طب أنت تقول أن الحكومة الصينية غير قادرة على دعم تلك الشركة وهي تمثل القطاع العقاري 29% من الصين، ألا تعتقد أنه كيف ستترك مثل هذه الشركة التي تمثل ثاني من أكبر الشركات العقارية، ونحن نعلم مدى انكشاف ذلك القطاع العقاري وتلك الشركة على عديد من البنوك سواء بنوك محلية وبنوك عالمية؟ خلينا نوضح بالنسبة للصين. أول شيء الأرقام اللي بتجي من الصين لا يمكن الاعتماد عليها دائما. يعني الفيكس أسيتس، الأصول الثابتة تبعت الناتج القومي في لدولة الصين 50% منها وهمي، اللي هي مدن وهمية تبنى في سنترال تشاينا. أوكي، بدأوا مؤخرا، يعني في فيديو حتى نزلته على تويتر تبعي اليوم الفجر، أوكي، بدأوا يهدموهم to eliminate assets، مدن كاملة، أبراج، أنفاق، فنادق، مدن ضخمة، يعني كيف حجم الرياض زيها كتير، مش واحدة، كلها فاضية. هاي بسموها مدن أشباح. ليش؟ عشان ينفخوا الناتج القومي تبعهم. فخمسين في المية من الفيكس أسيتس تبعت الصين وهمية وليست فعلية، ما في شغل، ما في ناس ساكنين هناك. فبدأوا يهدموهم، يعني في فيديو نزل سكيري، مدن كاملة أبراج كلها فاضية، فجروها كلها، دمرت. هذا جديد. فthis is how they want to mitigate، بدهم يحاولوا يحتووا الموضوع، لأنه عارفين إنه القطاع العقاري عندهم نصه وهمي، يعني عقار بيطلع بس مش لناس، مش عشان يسكنوا ويدفعوا إيجارات ويستعملوا مترو. أنا بتكلم عن مدن كاملة بالإنفراستراكشر تبعها. فإنه الصين تتدخل، هاي مجرد برأيي الشخصي مجرد حراك، يعني ورقة سياسية وليست ورقة إنقاذ، لأنه ما بيعرفوا قد إيه حجم الإمباكت اللي تركب على كل المنتجات المالية. فما بيصير نطلع عليها فقط كعقار، إنه والله بيبنوا مباني وهذا. المشتقات المالية والمنتجات المالية اللي تركبت على هذه الشركة ومنتجاتها أضعاف مضاعفة. أنا جبت مثل اللونج تيرم كابيتال مانجمنت، البالانس شيت 4 مليار. يعني أي واحد يجيبوا لك طب ما هذا أي بنك بيدفعهم وبنخلص، لا، الإكسبوجر كان 1.2 تريليون ونتكلم على هيك. فأنت شوفي قديش البالانس شيت تبعهم وضربيها بمارجن مثل تبع اللونج تيرم كابيتال مانجمنت، حنلاقي حالنا بنتكلم على تريليونز أوف دولارز. فاللي عملت الصين هذا ولا شيء، زي اللي بحط يعني دولار تبرع، يعني مش حيغير الدنيا. نعم.
دعنا نتحدث سركيس عن حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. هناك تباين كبير في النمو الاقتصادي. سمعنا أن الولايات المتحدة بصدد إقرار المزيد من الحزم التحفيزية على البنى التحتية وأيضا تحفيزات اقتصادية حكومية، تريليونات دولار أخذين بالاعتبار التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الجائحة. أين ترى العجز الفيدرالي والحكومي في أكبر اقتصاد في العالم؟ باختصار شديد، العجز يتفاقم. 28.4 تريليون دولار عم نحكي، ولسه بدنا نرفع سقف الدين. جانيت يلين طالبت برفع سقف الدين، واحنا كلنا بنعرف مع انه عم بيفرجونا انه في مناقشات مجلس النواب مجلس الشيوخ، هل سيوافق الجمهوريون ولا عندنا مشكله مع الديمقراطيين؟ هذا كلياته احنا عارفين نهايته. بالاخير بدنا نرفع سقف الدين، لانه من غير رفع سقف الدين ما راح يصير في عندنا اقتصاد عم بيتحرك، الحكومه راح تقفل، فارتفاعات اكبر. بالنسبه لخطط الانفاق فهي مستمره طبعا. جو بايدن له ظروف سياسيه عم بيستمر في تقديم هذه الخطط، لكن هذا كلياته على حساب العجز اللي عم بيتفاقم في الولايات المتحده ومتوقع ارتفاعه اكثر. اين ترى العجز في الولايات المتحده الامريكيه ومصير الدولار الامريكي؟ العجز حيستمر. موضوع السقف هذا يعني البانيك اللي بيعملوه كل فتره هذا صرنا عارفينه، الحكومه حتغلق أبوابها إذا ما عنده. وقت أوباما أغلقت الحكومة عدة مرات. هل سنرى عرقيل في هذا الموضوع بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ أو في البداية بتوقع عرقيل، بس بعدين يعني الرد حيجي صريح من البيت الأبيض، إغلاق الحكومة، هيعملوا شت داون، they will close the government زي ما صار وقت أوباما عدة مرات، وحيرجعوا مرة ثانية عشان ما يصير في بلبلة في الاقتصاد، وهذا حيرفعوا السقف لنسبة معينة، حيضل ياخذها بالقطاع بالبلدي يعني، أوكي؟ بس حيرفعوا السقف مرة ثانية. طيب ما مصير الدولار الأمريكي برأيك؟ الدولار الأمريكي عم بضعف، البيرشيسنج باور اوريدي عم بتقل، بعد 2008 أخذت ستيب يعني حاد جدا، وهلأ بعد البانديميك والقرارات اللي اتخذت لعملية التحفيز اللي كلها فشلت باعتقادي كتحفيز، انفاق عالي بس تحفيز ما عم بيصير، وبالتالي الدولار حيضعف أكثر من ذلك. بس نحط في بالنا أنه دائما الدولار لما بنقول ضعف أو قوي دائما بيكون مقابل اليورو. 60% من الفوركس كله قائم على الدولار، 25% على اليورو، 15% بقية العملات، وبالتالي دائما ضعف أو قوي الدولار بيكون مقابل اليورو، كلهم بسفينة واحدة يعني. أوكي، بس الدولار حيضعف أكثر من هيك، هم بدهم يضعفوه. ليش؟ لأنه عندي لماذا؟ الدين عالي جدا للخارجي، بدل ما أدفع 30 تريليون أوفر يعني خلال 20 سنة، إذا التضخم بوصل للرقم اللي هو النيرفانا بيعتبروه 3%، ده كان 6 لـ 2 2.5، بس 3% هذه الأمنية تبعتهم، على 20 سنة الدولار بيفقد 50%، يعني بدل ما نسدد 30 تريليون بنسدد 15 تريليون، هذه معناها. فهذه مهمة جدا للفيدرالي، إنه بده يخلق الانفليشن، عم بيحاول من 2009 لليوم تو انديوس إنه يخلق التضخم، ما عم بيمشي الحال معه، لأنه الفيلوسيتي الشعب ما بده يتمصرف، فبده يجيبها بالإكراه يعني. وعملوها مرتين في التاريخ الأمريكي، تريست الأسعار، يرفع السعر، مش ضروري أنتوا تتمصرفوا، مو التضخم يؤدي لرفع الأسعار، طب راح أرفعها، راح أعمل تضخم وهمي. ليش؟ عشان ما بدي دولار ضعيف. سركيس، هل تؤيد رأي فهد بأن الدولار سيبقى ضعيفا؟ عم بركز على موضوع تفضلت فيه، وهو القدرة الشرائية للدولار. احنا نتحدث أكثر هون عن القدرة الشرائية للدولار. القدرة الشرائية ترتبط عكسيا مع التضخم، والتضخم مستمر حتى لو نشوف تضخم 1% 2%، حتى هدف البنك المركزي 2% يعني انخفاض قدرة شرائية بالنقد، وهي ما بركز عليه في كلامي هون. الانخفاض في القدرة الشرائية للدولار الأمريكي والنقد العالمي، ما بدي أخص الدولار، النقد العالمي باعتقادي الشخصي هي بانهيار، إن كان يورو إن كان جنيه استرليني. نتحدث كان... عن أي مدى سركيس؟ عم نحكي على مدى شهر شهرين سنة سنتين خمس سنوات. الدولار ضعيف إلى أين سوف يصل فهد؟ الدولار متوجه اليوم مؤشر الدولار كقوة شرائية متجه إلى الصفر، عشان كده بتكلموا على الدولار 2.0 هلا، بتكلموا على الدولار الرقمي، وأشار إليه باول إنه إحنا عم ندرس عم ننزل ورقة للمناقشة، بدهم يطلعوا من الدولار الحالي لا شكل جديد للدولار، لأنه هو متجه إلى الصفر، وكل العملات الورقية هذه السايكل تبعتها. سركيس، الآن قيمة صفر أعتقد حضرتك تقصد هي قيمة تقريبية، لأن تقريبية في علم الإحصاء ما في شيء اسمه الصفر، هي بنقترب كثيرا من الصفر،
هي مرة أخرى كقدرة شرائية للنقد 100%. أنا موافق على موضوع القدرة الشرائية للنقد، لكن العملات مقابل بعضها البعض يعني بتتسم هي بالتذبذب الكبير في الوقت الراهن، وأتوقع الفترة الجاية راح تستمر هاي التذبذبات. طيب بما أننا فهد نتحدث عن اتساع هائل في العجز وارتفاعات في التضخم، سوف يعني توقعات يعني عاجلا أم آجلا سوف نرى هذه الارتفاعات في التضخم بسبب السياسة التحفيزية، برأيك كيف سيكون تأثيره على الذهب، ولماذا نجد الآن ارتفاعات الذهب محدودة نسبيا بعد أن وصلنا إلى مستويات في عام 2020 وصلنا إلى مستويات فوق 2000 دولار، يعني أنت تتوقع دولار ضعيف، إلى أين سيتجه الذهب في الفترة القادمة؟ شوفي، الذهب فيه له عدة عوامل رئيسية هي اللي بتتحكم بقيمته، واحدة منها اللي هي الريل فاليو تبعت السندات، يعني ناخذ اليوم قديش اليل تبع السندات الأمريكية لعشر سنوات اللي بتطرح منه التضخم بيطلع بالسالب، كل ما كان بالنيجاتيف سالب هذا يؤثر إيجابا بسعر الذهب. أوكي، الجيوبوليتيكال اليوم برضو في احتدام وفي احتقاد تؤثر إيجابا بسعر الذهب. هدول العوامل موجودين عندي. صار في عندي مؤخرا من حوالي شهر في دمبينج، صار في شورتج، يعني عملوا شورتينج للذهب، يعني كانت حركة مكشوفة ومقصودة. ارتفاع الذهب بشكل مضطرد اللي هو المفروض اذا اليوم طلينا لنفترض الذهب لما كان على مستوى 1800 و1750 لما تروح تشتري من اي ديستريبيوتر في امريكا بتدفعي 10 و15% حد ادنى اليوم عموله للديستريبيوتر، وحتى في اوروبا يعني عم تدفعي انت على الاونصه 2000 دولار عمليا، وهذا سعرها الفعلي المفروض يكون الان او من فتره. ولكن عمليه الشورتنج اللي بتصير نتيجه وجود المشتقات الماليه بيضلوا دائما عمليه كبح ل الذهب، ولكن الاستمرارية فيها صعبة جدا، فهينطلق الذهب هيجي له هيرتد، أنا باعتقادي فيه له ارتداد يعني وارتفاع. أنت ذكرت في عدة حلقات أو في برنامجنا Equity Spotlight أن الذهب سوف يصل إلى مستويات قياسية. نعم. هل تعتقد وما زلت على رأيك؟ نعم. بأن إذا الذهب إذا سوف إذا بتفرج اليوم يعني حسبنا على جداً؟ نعم على ثلاثة ميثودز مختلفة حسبت الكل أدت إلى إنه عم نتكلم بذهب عالي جدا. طبعا سيلامس 10000 دولار للأونصة. هذا الكلام تحليلي وليس تنظيري. اوكي، بثلاثه ميثودز مختلفه اليوم اذا بنطلع على الذهب وعمليه الشراء من البنوك المركزيه من بعد 2008 في عمليه شراء ضخم جدا عم بتصير. في عمليه استعراض، شفنا كمان حتى شركات التنقيب عن الذهب والمايننج وهذا الكنديه قديش طلعت اسهمها. اوكي، فتوجه الذهب هذا عمليه التلاعب اذا جاز التعبير في الذهب. انا عندي 80% من عقود الذهب لونج. اوكي، مش شورت، يعني ما زال في نفس يضلوا نوع من السبريشن الضغط عليه، بس هي لن تستمر اذا صار في كراش في الستوك ماركت وهذه مترقبه. الكراش متعدى 30%. ليش؟ كل الناس رح يطلع، وين بدهم يطلعوا؟ ما حيروح على البيتكوين. الذهب اين سيصل؟ 10000 دولار؟ ايش ايفينشولي حيتحرك. نعم. متى؟ بس وبدا بالتحرك، احنا مستنيين نقطه التيبينج بوينت. التيبينج بوينت بالعاده ما بدور عليه، يعني ما بدور على القشه التي ستقسم ظهر البعير. ليش؟ كل النظام انستابل، فمش مهم تيجي من الصين زي الشركه اللي عم توقع هلا، هذه ممكن تكون هي اللي تسبب التسونامي، ممكن من امريكا، ممكن من كندا. انا ما عم بدور على القشه. نعم. هذه ايش هي؟ نعم. بس السيستم كله انستابل. نعم. سوركيسا، هل تؤيد وجهة نظر فهد بما أنه نظرة تفاؤلية لأسعار الذهب أن يصل إلى مستويات قياسية، هل أنت مع هذا الرأي؟ طبعاً. ربما نرى تلك هذه المستويات. طبعاً. بصراحة ما في خلاف بين أي اقتصاديين اثنين بارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية. ما عندي أرقام بتدلني أنه ممكن يوصل 10000 دولار أو 20000، احتمال موجود فعلا، شفناه عم بيرتفع بمسافات كبيرة جدا، لكن الأرقام اللي عندي عم تفرجيني أنه أسعار الذهب خلال 2020 هي أسعار أصلا منخفضة. سعر 1920 لما شفناها بال 2011 إذا أدخلنا عليها بس معامل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية راح يطلع سعر الذهب سنة 2011 عفوا رح يطلع معنا حوالي 2195 دولار. فمعناته السعر اللي شفناه 2075 دولار بإدخال معامل التضخم هو ليس سعر قياسي، يعني لساتنا عم ننتظر الارتفاعات المرتقبة بأسعار الذهب. طيب متى تتوقع أن تصل أسعار الذهب؟ الآن الذهب بحاجة إلى محفز.
حاليا عم بيعاني سعر الذهب من بقاء الدولار مرتفع نسبيا مقابل سلة من العملات، عم بيعاني برضو لوجود فرص بديلة أخرى. احنا بنعرف الذهب ما بدر عائد مباشر، العائد على الذهب هو بفروقات أسعار السوق، بل على العكس الذهب تخزينه له تكاليف. فبالتالي احنا رح نحتاج لمحفز، المحفز قد يكون اقتصادي، قد يكون سياسي، قد يكون اي شيء، بس هو بده خلينا نحكي شعلة الانطلاق حتى يدخل لاتجاهات صاعدة جديدة ويتشجع المستثمرين لتتدفق السيولة النقدية مرة ثانية للمعادن الثمينة اللي منها برضو الذهب. الذهب يعتبر برأيك أداة تحوط ضد ارتفاع التضخم؟ مع هذه النظرية الاقتصادية؟ اقتصاديا عم نحكي احنا انه الذهب مرتبط بمعامل ارتباط ايجابي مع التضخم، لكن لو رجعنا في الزمن 20-30 سنة لورا راح نشوف معامل الارتباط منخفض جدا. الذهب يرتبط مع توقعات التضخم المستقبلية وليس مع التضخم الحالي. يعني لو بدنا احنا نقيس التضخم في سنة 2020 لما نعمل الذهب 2075 دولار مع التضخمات الحالية في أسعار المستهلكين في العالم، راح نشوف انه حاليا يجب ان يكون الذهب اعلى كثيرا من ما كان في 2020. لكن في الحقيقة ارتباط الذهب هو مع التوقعات المستقبلية للتضخم، ووجدت أنه أفضل ارتباط أو أفضل معامل ارتباط طردي هو مع توقعات التضخم لخمس سنوات مستقبلية. فاتح تحدثت خلال البرنامج أنه بتقول أنه أسواق الأسهم يعني ربما وصلت تقييماتها عالية جدا وتحذر من فقاعة أو انهيار في أسواق الأسهم، على اي يعني بنيت هذه الرؤيه انه سوف يحصل انخفاضات هائله في اسواق الاسهم؟ عده امور. اول شيء اذا بنطلع على مقررات ربحيه او على الكيب اللي هو سيكليك ادجستد برايس ايرنينج، وصلنا لمستويات اعلى من اللي كان عليه وقت ما صار الانهيار ايام الكساد العظيم عام 1929 30. فتعدينا احنا هذه المرحله، وبالتالي هذا مؤشر قوي جدا. نتكلم انه حراك الاقتصاد اليوم ما عندي ناتج قومي فعلي يؤيد ارتفاع الاسهم، فدخلنا في نوع من المضاربات نتيجه السيوله العاليه اللي عم تنضخ، ما عم بنتج عنها ناتج قومي، ما في حراك، ما في اقتصاد تحفيز الاقتصاد زي ما حكينا، بل عم بتروح كلها اليوم لدعم، يعني تقعد ان كاش سيربلس اكاونت في البنوك، فكلها تستخدم لدعم يعني البنوك عم ترجع بتحطها وديعة كمان بعضهم مدائع مع الفيدرالي بياخد عليها انترست. أوكي. أو بتطلع على الستوك ماركت وعلى الديفرنت أسيت كلاسز، أنواع مختلفة من الأصول، وبتعمل فقاعات فيها كلها، لأنه نتكلم على أرقام بالتريليونات، فالفقاعات صارت في كل مكان، وصلت إلى البونز ماركت كمان. فاليوم عندنا إحنا مخاوف مش موضوع السب برايم تبع 2008 اللي كان يمثل شريحة صغيرة جدا من المشتقات المالية، اليوم أنا عندي مشكلة في 85% من المشتقات المالية كلها سنسيتيف للإنترست ريت. فالإنترست ريت إذا بدهم يرفعوه عم بغامروا بالكعكة الكبيرة بالحجم الأكبر من المشتقات المالية إنه ينهار، وساعتها التسونامي تبع 2008 حيكون مارجنال، حيكون شيء بسيط جدا من متوقع الفترة القادمة. فهم عم يعني بحاولوا يعملوا نوع من التوازن بس بدون معرفة، فبيجربوا ترايل اند ايرور السياسات النقدية، عم بيجربوا لأنه ما بدهم يصير انهيار، ما بده يصير الفقاعة هذه تو بيرست، ما في فقاعة يتم تنفيسها، في فقاعة تنفجر. اوكي. فعملية تخفيض او رفع الانترست ريت شوي شوي، انه هذه مش معناته انه احنا حنقوم بتنفيس الفقاعه هذه، هي بتنفجر، ما في شيء اسمه في عالم المال شيء اسمه تنفيس، شو انفجار. نعم. سيركيس، اين تتواجد الفرص في اسواق الاسهم؟ ما توقعاتك لاسواق الاسهم؟ هو تحدث عن فقاعه، تؤيد رايك بالفعل في فقاعه في اسواق الاسهم الماليه العالميه؟ بصراحة الفقاعة في إلها عدة مواصفات حتى تنفجر الفقاعة. مصطلح كلمة فقاعة هو ارتفاع كبير بالأسعار لا يكافئ الأسعار العادلة، وهذا فعلا عم بيحصل عنا في الأسواق المالية العالمية. أسعار ارتفع 93% خلال عام 2020. نعم، لكن إذا تحدثنا عن انهيارات فأعتقد أن الوقت ما زال مبكر. حتى هاي اللحظة الوقت ما زال مبكر إني أتحدث عن انهيارات في أسواق الأسهم. انخفاضات نعم ممكن، اللي شفناه بسنة 2020 هو عبارة عن تصحيح. لما نتكلم عن أسواق الأسهم شفنا انخفاض شهر 3 في 2020 على إنه انهيار، وكثير الناس حكوا لي انهيار، لكن هو عبارة عن تصحيح. 2008 أيضا تصحيح. الانهيار في أسواق الأسهم
كدورة أعمال، كدورة وارتباطها بدورة الاقتصاد هي غير موجودة. 2001 حكون انفجار فقاعة أيضا، هي أيضا تصحيح ممكن قياسها. فبالتالي أرى كل يوم فرصة في أحد الأسهم، في كل لحظة في عنا فرصة. الشركات اللي دفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على سبيل المثال للحصر هي أسهم من شركات كبرى، عم نحكي عن شركات بالتريليون دولار، عم بحكي عن أمازون، عم بحكي عن مايكروسوفت، عم بحكي شركات ضخمة هي اللي تسببت بالارتفاعات. لكن حتى اليوم ممكن أجد شركات مكررات الربحية لها ممتازة، بيركشاير على سبيل المثال، إي باي على سبيل المثال. فكأسواق أسهم ككل إذا تحدثنا عن مؤشرات أنا موافق في تصحيحات، لكن لا أستطيع أن أطلق مصطلح انهيار، لأن الانهيار يعني أنه ما راح أضل عندي ولا سهم مفيد أني أستثمر فيه. لكن زي ما حكينا حتى على مقياسات أو مقاييس بسيطة زي مكررات الربحية، بعض الأسهم ما زالت في نطاقات مقبولة جدا. نعم فهد، دعنا يعني نتحدث أخيرا عن أسعار النفط بما أنها عامل من العوامل المسببة في ارتفاع أسعار النفط وأيضا المشتقات النفطية، يعني أحد أكبر المؤثرات في التضخم. نحن الآن بحيرة بين تعافي الطلب على النفط في توقعات بتعافي الطلب على النفط في عام 2022، وأيضا أوبك تتوقع بالفعل ارتفاع الطلب لأكثر ما كان عليه في عام 2019. أين تتوقع أن تذهب أسعار النفط خلال الفترة القادمة في ظل المعطيات، ونحن ما زلنا أمام جائحة كورونا في ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا؟ بالنسبة للنفط، الرقم خلينا نتجاوز التعبير اللي مرجو أو اللي بيطلعوا له بنتكلم حوالين $80. أوكي، إحنا يعني شفنا لما كان النفط وصل لأرقام عالية جداً بيأثر بشكل سلبي وبيعطي مجال للبدائل انها تنتعش. هلا التوازن انه بديل النفط او النفط الصخري او غيره ما ينتعشه، $80 اكسبتبل، مقبوله. اوكي، هذه بدها توازن عالي جدا بين العرض والطلب. اوبك لغايه هلا اوبك بلس معتمدين سياسه انه الحفاظ، انه مستعدين يضخوا كمان اذا صار في احتياج، بحيث انه يتم الحفاظ على الاسعار وما يصير في انفلات. المشكله في الانفلات تبعت الاسعار النفط، فتوقع انه الطلب يزيد. نعم، لانه ما زالت في دول في عمليه الباونس باك مش الريكفري. اوكي، فهذه طبعا بتزيد الطلب عليها. بتوقع بعد كده يصير في نوع من البلاتو. احنا داخلين على ديبريشن مدته طويله جدا. الديبريشن لا يعني طبعا يعني نتكلم 25 سنة. الديبريشن لا يعني ما في نمو، بس لن يكون النمو مثل ما كان عليه قبل الكورونا. يعني أمريكا كانت 2.2 حتنمو، بس مش 2.2 زي ما كانت قبل الـ80s، كانت 3.2. عم تنمو 2.2 بس بطلت 3.2. الفرق 1% هذا بنسميه depressed economy. لما بتحطيه على 10 سنين على economy $20 trillion compounded، هذه فوق حوالي $4.5 trillion. هذه فقدت من الناتج القومي الأمريكي إلى الأبد. أوكي، فهذه طبعا إلها impact. فالدبريشن اللي نتكلم عليه غير الريسيشن. الريسيشن 2 consecutive quarters يكون بالسالب. أوكي، لا، الدبريشن بيكون في نمو ولكن ليس النمو على البوتنشل تبع الاقتصاد العالمي وتبع الدول العظمى، وهذا اللي احنا داخلين عليه. الفرق هذا الدبريشت اكونومي سيلقي بظلاله خلال 10 سنوات القادمة، لأنه هذه بنتكلم على تريليونز اوف دولارز فقدت من الناتج القومي العالمي. أسعار النفط إلى أين سوف تصل سركيس توقعاتك؟ وهل تعتبر مستويات $80 يعني تصب في صالح أوبك بلس؟ لأن أي سعر بين $70 و $80 بعتبره مناسب، لأنه هنا إحنا في موازنة ما بين تكاليف الإنتاج النهائية والمستهلكين. ارتفاع أسعار النفط زي ما تفضلت حضرتك وحكيت أعلى من $80 ممكن تعرقل الطلب نفسه، ممكن تعرقل النمو الاقتصادي نفسه. في عندي توقعات ارتفاع الطلب العالمي العام المقبل الـ 2022 لمستوياته ما قبل جائحة كورونا، عم بحكي متوسط 100 مليون برميل أو 101 مليون برميل يوميا في هاي النطاقات. لكن برضو أوبك مع حلفائها عم بيرفعوا الإنتاج بشكل تدريجي، عم نحكي عن 400 ألف برميل بشكل شهري عم يتم رفعها للإنتاج اليومي. المعادلة عم تحكي أسعار مناسبة للمنتجين،
ونوعا ما خلينا نحكي مناسب للمستهلكين، هذه هي المثالية، وهذا اللي بدهم إياه منظمة أوبك حاليا. اللي عم بشوفه هي محاولات تغذية السوق فيما يلزم من الطلب عشان نوصل لمرحلة 70 حتى 80 دولار. الـ80 دولار هي رائعة إذا استقرت أسعار النفط عليها. المشكلة كانت بالارتفاعات السريعة. الآن الارتفاعات السريعة توقفت، عم نشوف أسعار النفط فعلا عم ترتفع أحياناً، أحياناً عم تنخفض، لكن هي في نطاقات شبه عرضية. فبالتالي عم بشوف أسعار بين الـ70 والـ80 دولار. 80 متاحة جداً، في بعض التوقعات 100 دولار السنة القادمة، لكن برضو 100 دولار ممكن هنا نبدأ نحس تغير عادات استهلاكية، انخفاض في الطلب، بترجع تنزل لمناطق حول الـ80 دولار اللي هي مناسبة. بالفعل يعني هل سنرى فعلاً من قبل البنوك المركزية حول العالم تعديل في سياستها النقدية وبدء بتقليص برامج سياستها النقدية خلال الأيام الأسابيع المقبلة وخلال الأشهر المقبلة، أخذ في عين الاعتبار التضخم وارتفاع عدد الإصابات بفيروس المتحور دلتا؟ هل سوف نرى ذلك ونرى ما مدى تأثيره على أسواق المالية العالمية؟ فهد القواسمي المستشار في الاقتصاد العالمي والاستثمارات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. سركيس نزار محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام برنامج إكويتي سبوتلايت، تقبلوا تحياتي مع تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.